Maybach Music. السلام عليكم لافامي، معكم هيرو في فيديو جديد. هذا الفيديو ما عمرني ما درت بحالو، عمرني ما وريتكم الدار كيفاش دايره من الداخل. المهم اليوم غادي نوريكم الدار كامله كيفاش دايره. اي حاجه فين كنحطها فين كنعس. الثانيه هو نبارطاجي معكم السحور ديالي ديال اليوم. باش غادي نسحر؟ غادي نسحر بواحد الطاجين، غادي نطيبو عليه يدي. انا غادي نوريكم باش غادي نصايبو، ومن بعد نديرو شي دويره في الدار. عندنا اللحم جبانة الربيع هو كاين هنايا، تلاوي خيزو، البصلة، بطاطا، هادشي اللي غادي خاص واحد شوية ديال العطرية. حاجة غادي نديرو البصلة، غادي نكردوها، نحطو فوقها دابا اللحم. كناخدو الخضرة هي كرتها، بطاطا، سلاوي، خيزو. المهم دابا أنا ستفت الخضرة في الطاجين، بقاتلي جلبانة، غادي ناخد شوية ديال الجلبانة نحطها في الطاجين. ربيع، ناخدو العطرية غادي نديرو شوية ديال الملحة، سكنجبير، خرقوم بلدي، البزار. هادي كنديرها مع الدجاج ولا مع اللحم ولا أي حاجة في الطاجين، أي خليط بهارات دواجن. زيت العود بلدية، ندير واحد شوية هنا. ودابا الطاجين هاهو كيف ما كتشوفوه، تكون خفيفة غير شوية بحال هكا باش يطيب في خاطرو. الطاجين ما كيبغيش العافيه بزاف. وبما طاب الطاجين نمشيو نجيبو الدويره في الدار، نبداو بعدا بالكوزينه نيت. مهم كيف ما كتشوفوا لا كوزين ها هي الباب. مهم هنا عندي ماكينه ديال الصابون، هاد ماكينه الصابون سامسونج، كنت خديتها من مرجان، صراحه زوينه بزاف. هنا كنحط اريال ديالها. هنا كاين لابوبيل فين كندير الازبال، هنا فين كنغسل الماعن، الفران عندي هاد الفريران صغير، وهنا الطاجين اللي كيطيب. هاد البلايص هادي فين كاين البوطا وشي العيلات، الطاسات، المقالي، الروينة. كاين عندي الشوفو هنا. هاد اللعيبه هادي هي فين كندير البروتيين، كاع داكشي اللي كيخصني في لي كومبليمون اليمونتير. هنايا العطريه، الزيت، هاد المسائل. والثلاجه هي الثلاجه عندي سيره. ها شنو كاين عندي اليوم في الثلاجه؟ دلاح اخويا، ضروري عندي دلاح في السحور ومرابه. ودابا فاش كنخرج من الكوزينه كاين هنايا التواليت. هاهي هادي هي الطواليت ديالي، هاد المرايا ضرورية للطواليت حاشاكم. وهنا كاين هاد البارتية، هنا كاين الانترفون. هاد اللعيبات كنت صايبتهم أنا في الدار، هادو حتى هما كنت خديتهم من سيو بريكولاج، درتهم هنا. هنا كاين الفوق، هادي الدوش، نسيو الدوش. شامبوان، جيل دوش، نخرجو دابا للدوش ونمشيو لبيت النعاس. بيت النعاس هو هذا، هنا فين كندير الحوايج في المارد ديالي، هنا فين كنعس. هاد اللعيبة هادي كانت لاكليم تما. المهم كاين هاد الكونفوزات، لافوطو ديالي. فوالا دوز دابا، دوزو دابا لهاد البيت. هاد البيت هذا فيه الموتور، فوالا صافي. هنا فين كنحط السبرديلات ديالي، هنايا، هنا العلاقة بينكي، هاهي بينكي. فين كاين التلفازة، هنا فين كنجلس. الطابلة هادي فين كناكل، هذا الصالون فين كنجلس. بيسي اللي كنخدم به، اللعيبة هادي ديال الضو فاش كنبغي ندير لي لايف ولا كنبغي نضوي على شي حاجة. شنو آخر؟ صافي المرايا، نسيت. المرايا ضروري، تعجبوني المرايات في الدار. المهم الباب اوكي، نزيد كاين هاد البارتيات هادو، الفريق ديال موزار.
راه هادشي اللي كاين هنا. نقطع الشبكه غادي نوريكم انا فين تيا كل واحد المشيش كيجي لعندي. الدار هي هذه، مرحبا بكم عندي. نمشيو دابا نشوف الطاجين فين وصل، ومن بعد ان شاء الله نتسحروا ورمضان كريم. مازال شاطب باقي، يلاه كيف تطلق الماء ديك البصله تطلق الماء. المهم الطاجين كيف ما كتشوفوا خطير، باين غيطلق واعر. نجمعوا شي شويه ونهضروا شويه بما طابتك الطاجين. بالنسبه للناس اللي كيسولوني شحال من خطره، شحال فيك في الطول، شحال لاج ديالك، اش كدير في العمل ديالك، شنو كدير في مراكش. المهم انا عاود لكم شي حوايج. السن ديالي 29 سنه، انا ولد قنيطره، تزاديت في قنيطره، كبرت في قنيطره، دوزت بزاف ديال المراحل في قنيطره، ومن بعد جيت لهنا لمراكش. الاسم ديالي هو محسن، اللقب ديالي كيف ما كتعرفوه هيرو، وصيف بطل المغرب في 2019 في الرياضه ديال المانس فيزيك، كنت احتليت المركز الثاني في اول بطوله ليا. الخدمه ديالي او العمل ديالي اللي هنا في مراكش، في الاول كنت خدام شيفور، ومن بعد ما بقيتش في ديك الخدمه، كنوقعوا شي مشاكل، ومن بعد وليت كندير ليموبيلي، تنكري لي زابارتومون لي فيلا. من بعد فاش استفدت وتعلمت مزيان كوتش، وليت كندير كوتش بيرسونيل، كندير الكوميرس شي حوايج، دابا نقول لكم هادشي من بعد. المهم انا بغيت غير نعاود لكم شويه ونعرفكم شويه على راسي. الدار ديالنا كاينين في قنيطره، باقي كلشي العائله تما، كلشي ساكن تما. وانا دابا كيف ما شفتو في الدار هنايا، هاد الدار هادي اللي شفتوها، وان شاء الله ربي يزيد يسهل علينا اكثر. واللي غادي نقول لكم هو كل واحد فينا رسم شي هدف غادي يوصل ليه كيف ما كان، خصو غير يمشي في حياته بالاهداف. الا ما رسمتيش الهدف ديالك راك ما غاديش توصل، الا ما درتيش خطه لحياتك راك ما غاديش توصل. وكيف تنقول لكم ديما، خاصكم تمشيو بروفيسيونيل في اي حاجه، في الحياه ديالكم الشخصيه، في لافي ديالكم بصفه عامه، خاصكم تمشيو، ما تمشيوش عشوائيين، تمشيو بروفيسيون. الحاجه الثانيه اللي بغيت نقول لكم هو واخا تبعدوا فين ما بعدتوا، تبقاو اون كونتاكت مع والديكم. اللي ما عندوش والديه الله يرحمهم ليه، واللي عنده والديه باقي في الحياه يبقاو اون كونتاكت معاهم، وياخذ الرضا ديالهم، ويحاول ما ياخذش، ما يكونش مسخوط، حيت الا كنتي مسخوط كتحس براسك واحد الانسان اللي بوحدك ديما، وكتحس براسك بلي واحد الانسان اللي راك مسخوط ما كاينش اكثر منها. الا كنتي مسخوط راه ما دير والو في حياتك، وديما تبقى تحس بواحد النقص وواحد الضعف. فاش يكونوا معاك والديك واخا هما بعاد عليك، ولكن انت راك اون كونتاكت معاهم، وكتبقى مزيان معاهم، وكيرضاو عليك، وكتخاف عليهم وتيخافوا عليك، كتوحشهم ويتوحشوك، كتحس بالامان. واللي عنده الوالده ديالو يتهلا فيها، راه الرضا ديالها كيلقى لكم شحال من حاجه اللي ما كتحسوش بها، كيلقى لكم شحال من مصيبه. كاين واحد الحديث كيقول اذا ماتت الام نزل ملك من السماء يقول يا ابن ادم ماتت التي كنا نكرمك لاجلها، فاعمل لنفسك نكرمك. يعني هذيك اللي كانت اللي كنا كنكرموك من اجل ديالها، اللي كانت مغطيه عليك بالرضا ديالها، راه ماتت ودابا لقى على راسك. المهم نمشيو دابا نشوفوا الطاجين باش نتسحروا ونصبحوا صايمين، والله يبعد عنا هذا الوباء وهذا البلاء، وان شاء الله يسهل علينا الله. يا ربي امين. المهم مرحبا بكم الخوت، الطاجين ها هو وجد، هانتوما شوفوا، اجيو تسحروا معنا. مرحبا، ها اللحم، طاجين بالديك، تلاح الخبز، بالصحة والراحة الخوت. المهم لا فامي، غادي نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف، وشكرا لكم بزاف. الا بغيتوني نبقى ندير لكم فيديوهات بحال هكا، خليو لي كلشي في لي كومونتير. ما تنساوش ديروا لايك وبارطاج الا بغيتو، ولا ديروا اي حاجه.